رأيك ايه برضو في الجزء ده؟ لانه برضو لا ينفصل بما اننا بنتكلم عن القدرون باختلافات. مجمل الاحتفالية يعني سيادة الرئيس بجد يعني بيبقى سعيد جدا في اليوم ده، صحيح، بيبان ان باين هو سعيد بالمواقف دي يعني. وانا مدرك تماما ان هو بيبقى فعلا في منتهى السعاده. الاحتفاليه كلها جميله جدا، انا بسميها احتفاليه انسانيه، فيها بهجه وفيها امل وفيها مستقبل وفيها حاجات جميله وبتتكرر كل سنه. الواحد ساعات يقول لك هتتعمل مره مش هتتعمل تاني. 4 سنين، لا دي السنه الرابعه، ودايما يعني بيبقى فيها حاجه جديده. واسمح لي بس انا صدق. عايز اهنيك على ايه يا فندم؟ على الدور اللي انت عملته في التقديم، ربنا يبارك في عمرك، في الرسائل والاسئله بتاعت الشباب، ربنا يبارك في حضرتك. وازاي كنت حافظ الحاجات دي وازاي قدرت. عجبني جدا انك انسحبت، انت اعلامي ومع ذلك انسحبت ساعه يعني صعود سيادة الرئيس للمسرح عشان المنصه عشان يتصور مع الله يعز حضرتك يا استاذ حسن.